كام مره حسيت انه ايه ده الجو حر قوي النهارده انا مش قادره اكل، ورحت مقفله على الطبيخ ومطلعه جبنه بيضه وبطيخ على الغدا. مين فينا ما عملش الحركه دي؟ كلنا عملناها. وهتلاحظي ان كل ما الجو بقى حر اكتر كل ما بتكرري الموضوع ده اكتر. عايزه اقول لك بقى ان الحركه دي صح جدا جدا، بغض النظر عن كميه العيش الرهيبه وكميه البطيخ اللي ممكن نكون بناخدها مع الجبنه، ده طبعا مش صح، لكن هي دي الفطره والطبيعه. جسمك لما بيلاقي ان الجو حر جدا بيبقى عايز يسرفايف بالطريقه اللي هو عارفها، اللي اتخلق بيها وعاش بيها الاف السنين قبل جنون منتجات الاغذيه والجانك فود والتعديل الوراثي. بقينا بناكل اكل الصيف في الشتاء واكل الشتاء في الصيف. موضوعنا النهارده هو دردشه خفيفه كده عن اكل الصيف، بما ان الجو لطيف قوي زي ما احنا شايفين اليومين دول، فهنتكلم ايه افضل الاكلات اللي ممكن تفيدنا وتهدينا وتدينا الترطيب اللي احنا محتاجينه اثناء فترات الحر الشديد اللي زي دي. تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبتدي. انا ندى حرفوش ودي قناه والبينج. الكون ده لما اتوجد اتخلق بنظام عظيم ودقيق وصارم جدا، وكل حاجه فيه مظبوطه، في ليل ونهار، في صحيان ونوم، في حر وبرد، في ميه وبر، كل حاجه فيهم عكس التانيه، ولكن كلهم ضروريين علشان الحياه تستمر. لما الجو بيكون برد الارض بيكون عندها القدره على ان هي تطلع انواع معينه من المحاصيل الزراعيه، ولما الجو بيكون حر الارض بتطلع انواع مختلفه تماما من المحاصيل الزراعيه. ومن عظمه ودقه النظام اللي خلقه ربنا ان الزرع اللي بيطلع ده بيكون ليه خصائص معينه بتكون مناسبه ومفيده جدا للكائنات الحيه اللي موجوده في الوقت ده وفي المكان ده. زي مثلا ان انتوا هتلاقوا اغلب الفاكهه والخضار بتوع الشتاء غنيه جدا بفيتامين سي، لان هو مهم قوي لدعم جهاز المناعه لمواجهه الفيروسات اللي بتكون انشط في الوقت ده من السنه، والانسان طبعا واحد من الكائنات الحيه اللي بتتاثر بالفيروسات. المفروض ان ده كلام بديهي جدا ومنطقي وان احنا كلنا عارفينه. المشكله انه الانسان الحديث اللي هو احنا ما عجبوش بقى الكلام ده. لما حصل التقدم العلمي وبقينا عايشين في عصور بيغلب عليها الوفره والرخاء مقارنه بالعصور السابقه، حب الانسان ان هو يدلع نفسه. احنا في رخاء ووفره طبعا بالنسبه لانسان كان عايش في الكهف، كل همه في الحياه ان الاسد ما ياكلوش، فعايز يطلع يصطاد ولا يلاقي ثمره واقعه من شجره ياخدها ويرجع الكهف بسرعه ياكل ويتدفى وينام. ولا مثلا بالنسبه لانسان عايش في عصور ما قبل الحضاره والمدنيه، ممكن بقى اي قبيله تبيد الثانيه علشان تاخد المحاصيل الزراعيه بتاعتها او الحيوانات او الثروات او ايا كان، وده ممكن يحصل في اي وقت لو كان عددهم اكبر وهم عندهم قوه اكتر مثلا. الناس دي ما كانش عندها رفاهيه التفكير في ايه ده احنا في الصيف بس انا نفسي هفاني قوي على البرتقال، او احنا في الشتاء بس انا نفسي هفاني على المانجا. ما تيجي كده ندخل المعمل ونشوف نقدر نزرع البرتقال ازاي في اي وقت في السنه وفي اي مكان في العالم. بسبب الوفره والرخاء والتقدم بدا الانسان يعمل عمليات تعديل وراثي للمحاصيل الزراعيه، فاحنا تهنا فعليا في اجيال ما تعرفش ايه هي محاصيل الصيف وايه هي محاصيل الشتاء. ده كلكم. وطبعا موضوع بقى الجانك فود والبروسيسد فود دي كارثه ثانيه مش هنتكلم عنها دلوقتي، بس باختصار كده احنا بوظنا السيستم كله، والمش طبيعي بقى هو الطبيعي. تيجي تقول لحد اعمل لو كارب ولا كيتو ولا باليو يقول لك ايه ده لا انا عايز اكل طبيعي. يا حبيبي ما هو ده الطبيعي، هو ده الاكل اللي ربنا خلقه اصلا وطول عمر البني ادم بياكله من يوم ما اتخلق. الجانك فود والوجبات السريعه والاكل المعلب والبروسيسد فود الاكل المصنع البلاوي دي كلها ده هو اللي مش طبيعي ومش اللي المفروض الناس الطبيعيه تاكله اصلا، مش بس الناس اللي عندها مشاكل صحيه. بس الايه للاسف اتقلبت تماما، لو رجعنا تاني ناكل بشكل طبيعي مش هنبقى محتاجين حد يقول لنا ناكل ايه وامتى وازاي. بمنتهى البساطه افضل اكل تاكله في اي وقت من السنه هو الاكل اللي بيطلع في الارض بشكل طبيعي في الوقت ده من السنه وفي المكان ده، لانه الاكل ده بيكون هو الافيد للجسم والانسب لاحتياجاته في الوقت ده، بيلبي احتياج الجسم من المغذيات المطلوبه بشكل اكبر. كمان احتماليه ان الاكل ده يكون اتحفظ لوقت كبير واتنقل من مكان لمكان بتكون احتماليه اقل بكتير، وبالتالي بيكون محتفظ بقيمته الغذائيه بشكل اكبر. تعالوا كده نتكلم عن افضل انواع الاكل في فصل الصيف وايه مميزاته والاكل ده بيعمل لنا ايه مهم في الصيف. نتكلم في الاول عن الخضار. ايه هي افضل انواع الخضار؟ رقم واحد طبعا الخيار، واضح ليه الخيار، خيار مليان ميه بيحتوي على كميات محترمه جدا من الميه. افضل طريقه ناخد بيها الميه في فصل الصيف هي ان احنا ناكلها مش نشربها. يعني ايه ناكلها؟ يعني ناخدها في اكل غني جدا بالميه، لان شرب الميه مع العرق الكتير ميه لوحدها بيخلينا نفقد الالكترولايتس والمعادن مع العرق. فقدان المعادن ده هو اللي بيخلينا نحس ان احنا مهبطين في الحر. لكن الاكل بقى اللي فيه كميات كبيره من الميه بيدينا احتياج جسمنا من الميه والترطيب، ومعاها كتير من المعادن والفيتامينز اللي احنا بنحتاجها. الخيار بيدينا فايبرز، بيدينا بوتاسيوم، بيدينا صوديوم، معادن مهمه جدا، بيدينا فيتامين سي، فيتامين كي، فيتامين اي. نحاول ندخل الخيار في كل وجبه هيكون مفيد ومشبع جدا. طبق سلطه صغير كده يبقى فيه خيار. رقم 2 الطماطم. الطماطم لذيذه جدا، مفيده وعظيمه، ومش بتزود الالتهابات زي ما ناس كتير بتكون فاهمه. مفيش اي ساينتفك ايفيدنس على ان الطماطم او النايت شيد فيجيتابلز عموما بتزود الالتهابات. الطماطم كمان فيها ميه كتير، فيها صوديوم، فيها بوتاسيوم، فيها فيتامين بي، فيها فيتامين كي، فيتامين سي. رقم 3 الفلفل. الفلفل البلدي الاخضر بتاعنا الحلو ده او الفلفل الالوان
طعمه حلو جدا، مليان ميه، برضو مليان بوتاسيوم وفيتامين سي، رائع في الصيف. رقم 4 الجرينز او الخضروات الورقيه، كلها مليانه ميه والياف عظيمه. الورقيات عامه اللي يقدر ياكل ورقيات في اي وقت ياكلها، هي مليانه قيمه غذائيه. رقم 5 البتنجان، بتنجان رائع جدا، بس يا جماعه بليز ارجوكم بلاش نقليه، بلاش القلي في الزيوت النباتيه، الكلام ده لازم نشيله من حياتنا تماما، لازم ننساه. مش بس البتنجان، اي حاجه تانية. مش هتكلم معاكوا عن خطوره الزيوت النباتيه والقلي عشان احنا اتكلمنا فيها كتير قبل كده، بس قولي كده احساسك ايه وانت واكل طبق مسقعه مقليه في الزيت بطماطم مسبكه؟ قولي كده بصراحه، بتحس بايه بعد الاكل؟ تحس انك عندك خمول، تعب، حموضه، حرقان في المعده رهيب؟ معنى ان انا احس بكل ده بعد اكله، ده معناه ان هي اكله سيئه جدا وان هي مضره وان جسمي مش قادر يتعامل معاها. انا مش ضد المسقعه والله، المسقعه اكله جميله كلنا بنحبها، بس لو عايزين تاكلوا مسقعه يبقى من غير قلي. نقدر نعمل مسقعه من غير ما نقليها، بتنجان وفلفل مشويين سواء في الفرن، لو عندنا اير فراير ممكن نعملها في الاير فراير، مفيش يبقى في الفرن، وبقيه المكونات بتاعتها عادي نقدر نستمتع بيها من غير ما نضر نفسنا ولا نضر صحتنا ولا ناخد زيت نباتي ولا نقلي ولا الكلام ده. البتنجان رائع مع السلطات وهو مشوي، ممكن نشويه نحطه على السلطه، نعمله سلطه بابا غنوج، يبقى معاه طحينه، زيت زيتون، مصادر للدهون الصحيه هايله اهي، وجبه عظيمه. رقم 6 الليمون، الليمون رائع، احلى عصير ممكن نشربه في الصيف، عصير ليمون مع ورقتين نعناع كده، احلى مشروب صيف يرطب علينا من غير اي ضرر، بالعكس مفيد جدا. كلنا محتاجين سترات البوتاسيوم الموجوده في الليمون، بس بلاش بقى سكر بليز، من فضلكم بلاش سكر، اشربوا ليمون روقوا على نفسكم بس من غير ما نحط عليه سكر. طب هنشرب الليمون ازاي من غير سكر يا نكديه يا قطعت الارزاق؟ لا، نقدر نستبدل السكر بستيفيا، مونك فروت، اريثريتول، زيليتول، اي نوع من انواع المحليات اللي نقدر نستخدمه بامان ما يكونش ليه تاثير ضار. تنسوش كمان بقى ان احنا نحط الليمون على السلطه، اي حاجه تقدروا تضيفوا عليها الليمون ضيفوه. ندخل بقى على الفاكهه. صحيح انه فاكهه الصيف يمكن هي احلى فاكهه في السنه كلها، انا متفقه معاك والله، بس احنا كبشر عامه بقت تواجهنا مشكله كبيره قوي مع الفاكهه اسمها التعديل الوراثي. مشكله التعديل الوراثي ان هو خلى الفاكهه بتحتوي على كميات كبيره جدا جدا من سكر الفركتوز. احنا في 2022 ولسه في ناس لحد دلوقتي فاهمه انه سكر الفركتوز صحي. سكر الفركتوز مؤشره بلاسيميا عالي جدا، وده معناه ان هو بيرفع سكر الدم، بالتالي بيرفع الانسولين، وده مش شيء صحي حتى لو انا ما عنديش سكر، لان هو ده اصلا اللي بيجيب سكر. ثانيا سكر الفركتوز مفيش اي مكان تاني بيقدر يحرقه في الجسم غير الكبد، لازم الكبد هو اللي يتعامل معاه، وده معناه ان هو بيحط لود كبير قوي على الكبد وبيسبب مشاكل الكبد الدهني مثلا، الناس كتير قوي بتعاني منها. طب ما احنا لسه قايلين ان الاكل اللي خلقه ربنا صحي، يبقى ازاي سكر الفركتوز اللي في الفاكهه مش صحي؟ وهي دي الفكره بالظبط. الفاكهه زمان ما كانتش بتحتوي على كل الكميات دي من السكر، احنا عدلناها علشان نزود فيها كميات السكر فتدلع كده ويبقى طعمها احلى عشان نقدر نستمتع بيها اكتر، بس ده فعلا بيضرنا جدا. عشان كده انا دايما بقول ابعدوا عن الفاكهه اللي سكرها عالي، خدوا الفواكه زي ما انتوا عايزين، بس فواكه سكرها قليل وكميات قليله. بلاش نتعامل مع الفاكهه على ان هي الله صحيه فهاكل منها بقى براحتي، لا، احنا ما بناكلش فاكهه اورجانيك، ما بناكلش فاكهه نون جي ام او علشان نقول اكل منها براحتي بقى ما هي طبيعيه، لا هي مش طبيعيه. ده كمان بافتراض ان احنا بنتكلم بقى عن فاكهه الموسم اللي احنا فيه، السيزون اللي احنا فيه ده، احنا مثلا في صيف فهي فاكهه صيف، مش فاكهه موسم تاني خالص جايه من بلد تانيه خالص، لا هي مزروعه في المكان اللي احنا فيه ولا هي اصلا في نفس الوقت اللي احنا فيه. فعلى بال ما بتوصلنا بتكون تقريبا كل القيمه الغذائيه بتاعتها راحت، فاحنا بناخد منها بس سكر. طيب ايه هي افضل انواع فاكهه ناخدها في الصيف من غير رغي كتير؟ اولا وبلا منازع البرز او التوتيات، عيله البرز كلها من افضل انواع الفاكهه. ليه؟ لان هي تقريبا الاقل في احتوائها على السكر والاعلى في مضادات الاكسده، انتي اوكسيدنتس للصبح بقى، ومعادن وفيتامينز طبعا ممكن تتحط على مليون وصفه وبكميات قليله وهنستمتع بيها جدا جدا. ثانيا فاكهه الصيف الايكونيك البطيخ، بطيخ رائع مليان ميه، محدش ما بيحبوش، سكره قليل، بيملى البطن وبيرطب الجسم. كانتالوب كمان برضو كويس جدا لان هو من نفس العيله بتاعت البطيخ، سكره اكتر شويه بس ستيل من الفواكه اللي سكرها قليل. الخوخ كمان من فاكهه الصيف الكويسه، سكرها مش عالي قوي وفيه كميه كويسه من الميه، وهايل لاي حد بيعاني من مشكله امساك. بس في حاجتين مهمين قوي لازم نقولهم واحنا بنتكلم عن الفاكهه. اولا الكميات، لازم نقنن جدا كميات الفاكهه عشان ما نسرحش، لان في ناس بتتعامل مع الفاكهه على ان هي وجبه او بتاخد منها بكميات مفتوحه باعتبار ان هي حاجه صحيه زي ما قلنا، او حتى الناس اللي بتتعامل مع الفاكهه على ان هي سناك. الفاكهه يا جماعه بتتاخد بعد الوجبه، خلال ساعه من الوجبه، ثمره فاكهه او 100 جرام مثلا، يعني لو خوخ مثلا مش هاكل كيلو خوخ، لو بطيخه مش هاكل طبق بطيخ. كمان مش بين الوجبه والوجبه اخد الفاكهه على ان هي سناك، لا، احنا موضوع السناكس ده انسيناه، احنا بين الوجبات صايمين صيام متقطع خلاص، هو ده نظامنا الطبيعي. تاني حاجه ودي الاهم علشان بتبقى كتير قوي قوي في الصيف،
ما بنعصرش الفاكهة، ما بناخدش الفاكهة معصورة حتى لو هي من غير سكر، حتى لو ما بنضيفش سكر على العصير. العصير بيعمل حاجتين، أولا بيكسر الألياف كلها فبالتالي بيخلينا ناخد سكر بس، فنرفع السكر بتاع الدم بسرعة جدا ونحط لود رهيب على الكبد. ثانيا بيخلي احتمالية ان احنا ناخد كميات اكبر بكتير من الفاكهة شبه مؤكدة، لان انا لو اكلت مثلا 150 جرام بطيخ انا كده تمام اكلت بطيخ كفاية، لكن لو انا عايز اخد بقى كوباية عصير بطيخ انا خدت قد الكميه دي مرتين ثلاثه اربعه، فالفاكهه بتتاخد في صورتها الطبيعيه. اهم حاجه في الصيف ما ننساش يا جماعه نشرب ميه باعتدال. الفاكهه يا جماعه للناس اللي ما عندهاش مشاكل سكر، ما عندهاش مقاومه انسولين، ما عندهاش كبد دهني، للناس كمان اللي عندها امراض مناعيه. تعالوا بقى نتكلم شويه دلوقتي عن الفيتامينز اللي مهمه قوي ناخدها في فصل الصيف. رقم واحد فيتامين دي. في ناس كتير قوي بتكون فاكره انه الصيف شمس كتير فمش محتاجين فيتامين دي، لا الكلام ده مش حقيقي، حتى لو في شمس لسه بنكون محتاجين فيتامين دي من السبلمنتس برضه. لو عايزين تعرفوا ليه وايه هي الجرعه اليوميه من فيتامين دي وكل المعلومات عنه هتلاقوها كلها موجوده في الفيديو ده. رقم 2 الالكترولايتس. الناس اللي دايما بتحس بهبوط شديد او ان هم ضغطهم واطي او ما عندهمش طاقه، ده بيكون بسبب الاجهاد الحراري وده هنتكلم عنه في حلقه تانية، وبسبب كمان نقص الشوارد والمعادن. الالكترولايتس ده مسحوق بيحتوي على الشوارد والمعادن اللي بنحتاجها. هسيب لكم لينكات فيها المنتجات اللي انا اتكلمت عنها في صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف لينك هتلاقوا فيه وصفه ازاي تعملوا الالكترولايتس في البيت لو انتوا عايزين تعملوه في البيت، اي حد يقدر يعملها ومش هتكلفنا كتير. رقم 3 بقى فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا في الصيف خاصه الناس اللي بتصيف. ليه؟ لان هو بيحمي الجلد من التلف اللي ممكن يحصل بسبب التعرض للاشعه فوق البنفسجيه. رقم 4 الكلوروفيل. الكلوروفيل مضاد اكسده رهيب ويعتبر مزيل عرق طبيعي يا جماعه، لو استمرنا عليه لمده اسبوع اتنين مثلا بيقلل ريحه العرق وتقريبا عند الناس بيقضي عليها تماما، ومهم قوي للناس اللي عندها مشكله التعرق في الصيف بيساعدهم كتير جدا. دي اكتر حاجات بنصحكم تهتموا بيها في فتره الحر الشديد قوي اللي احنا فيها دي، ويا رب تقضوا صيف جميل ولطيف وتخرجوا منه بصحه جسديه ونفسيه احسن وافضل بكتير. تعالوا بسرعه بقى نختصر اللي احنا قلناه. لما الكون اتخلق اتخلق بنظام، في صيف وشتاء برد وحر، كل وقت بيطلع فيه محاصيل زراعيه معينه، علشان كده افضل اكل ناكله هو الاكل اللي بتقدر الارض تطلعه في المكان ده في الوقت ده من السنه، لان ده هو بيكون الانسب واللي جسمنا محتاجه اكتر. افضل انواع الخضار في فصل الصيف هي الخيار والطماطم الفلفل الخضروات الورقيه والليمون والبتنجان، وافضل انواع الفواكه هي البرز والبطيخ والكنتالوب والخوخ، ان هم بيحتووا على كميات كبيره من الميه والفيتامينز والمينرالز اللي جسمنا بيكون محتاجها بشكل اساسي في الوقت ده من السنه. نحاول قدر الامكان ناخد الخضار ني مش مستوي، والفاكهه ناخدها بكميات بسيطه بعد الوجبه مش بين الوجبات، وناخدها في صورتها الاصليه مش عصير حتى لو العصير ده ما كانش فيه سكر. الناس اللي عندها مشاكل سكر او مقاومه انسولين او كبد دهني او مشاكل مناعيه تبعد عن الفاكهه. اهم الفيتامينز في فصل الصيف فيتامين دي فيتامين كي 2 طبعا، اغلب الناس بتكون فاهمه ان احنا في الصيف مش محتاجين فيتامين دي بس ده مش حقيقي. مهم كمان فيتامين سي علشان يحمي الجلد من الاشعه فوق البنفسجيه، الالكترولايتس علشان نقدر نعوض المعادن اللي بنفقدها مع العرق، والكلوروفيل اذا هو مضاد اكسده وبيقضي على ريحه العرق في الصيف. اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم، لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب، وما تنسيش تشاركي الفيديو ده مع اي حد تحب ان المعلومات دي توصل له. ولو عندك اي سؤال او في اي موضوع حابه ان احنا نتكلم فيه سيبهولي في الكومنت، ولو عايز تاخدي فكره عن البرامج هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.